توفي معالي السيد حمد بن حمود البوسعيدي المستشار الخاص للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر ناهز 80 عاما. ونعى ديوان البلاط السلطاني العماني في بيان له الفقيد مشيرا إلى أنه قضى حياته مخلصا ومتفانيا في خدمة وطنه. يذكر أن الفقيد تقلد العديد من المناصب الهامة في عمان، منها منصب وزير ديوان البلاط السلطاني، وآخر المناصب التي تولاها الفقيد منصب المستشار الخاص للسلطان قابوس، وهو المنصب الذي تولاه لما يقرب من عقدين. قام السلطان قابوس بن سعيد بتقليد حمد البوسعيدي وسام النهضة الأعظم في عام 1985 تقديرا لجهوده في خدمة البلاد، كما كان الفقيد يرافق سلطان عمان في جولاته السنوية في الولايات العمانية. ولد السيد حمد بن حمود سنة 1340 للهجرة في ولاية صور، وعاش حوالي 83 عاما. كان والده واليا عليها في زمن السلطان سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس بن سعيد. توفي والده في نفس الولاية، وعمل السيد حمد كاتبا عند السلطان سعيد بن تيمور في قصر العلم بمسقط، وبعد ذلك تم تعيينه سكرتيرا خاصا للسلطان سعيد بن تيمور حتى وفاته. وتقديرا لإخلاصه وتفانيه في العمل، عينه السلطان قابوس بن سعيد وزيرا لوزارة شؤون الديوان السلطاني ثم مستشارا خاصا له. وكان الفقيد أديبا وحافظا للشعر يساجل أقرانه الشعراء في محفوظاته الأدبية. خلف الفقيد 4 أبناء وهم سامي بن حمد وبدر بن حمد وكيل وزارة الخارجية، وخالد بن حمد وأيمن بن حمد.